معاكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس، وعندك شغل كتير قوي النهارده يا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لنجومك الكبار الكابتن اسامه عرابي، الكابتن محمد يوسف، والكابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني عجاز. بدايه نقول مبروك نادي الاهلي، اللاعبين واجهزه فنيه واداريه، مبروك للجمهور ومبروك لمجلس الاداره. النهارده يعني قدوا مباراه جميله جدا جدا، الكل استمتع بالاداء. بنقول حظ اوفر للنادي الاسماعيلي في المباراة القادمه ان شاء الله، ونشوف الاسماعيلي في مباراة يكون ان شاء الله باذن الله يحقق فيها الفوز ويبقى في تقدم لفريق النادي الاسماعيلي. قبل ما نروح لطاقم التحكيم كابتن ايمن ونقدم طاقم التحكيم، انا عندي كلمه بس عاوز اقولها الاول بخصوص المباراه بشكل عام. يمكن كنت لسه بسال الكابتن هاني المباراه، احنا عندنا تقييم المباراه كابتن ايمن، انت حضرتك كنت حكم في امريكا تقريبا، وعندنا المباراه بتنقسم لثلاث عناصر، هل المباراه هي درجه صعوبتها عاليه ولا متوسطه ولا سهله؟ ده السؤال اللي كنت بساله كابتن هاني، هذه المباراه درجه الصعوبه كابتن هاني كانت عاليه ولا متوسطه ولا سهله؟ اجاوب يعني؟ اجاوب. صعبه على الحكم. صعبه، احنا بنقول صعبه ليه يا كابتن ايمن؟ لان هناك حالات واختبارات تحكيميه داخل الصندوق هنا وهنا، دي بتصعب درجه الصعوبه للحكم نتيجه الاختبارات الكبيره، بعكس لما يكون في مباراه ما فيش فيها اي اختبارات داخل الصندوق، اعتقد ما فيش فيه مشكله خالص لحكم مباراه. هذه المباراه اعتقد هي صعبه لحكم او طاقم التحكيم نتيجه الاختبارات والاحداث الكثيره جدا اللي حصلت. انا عايز اقول بس فينا عندنا هنا ظاهره في هذه المباراه كابتن ايمن، وهي الفار وحكم المباراه. السؤال، هل كان في تفاهم؟ هل كان في انسجام؟ هل كان في يعني مفهوم جيد للقانون من قبل الفار والحكم ولا ما كانش فيه؟ اعتقد من خلال الحالات اللي احنا هنشوفها نقدر ان احنا نقول كان فيه ولا ما كانش فيه. نروح يا كابتن سمير للاول طاقم التحكيم ونقدم طاقم التحكيم الاول، والحالات اللي هنعرضها كابتن ايمن هنشوف كان في تفاهم. كابتن ناصر بعد اذنك قبل ما نخش في الحالات التحكيميه بعد اذنك ممكن نطلع فاصل ونرجع لحضرتك مره ثانيه. ممكن اتفضل. مع خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس والحالات التحكيميه. هنروح كابتن ايمن لطاقم التحكيم، هنقدم طاقم التحكيم وهنبتدي يعني نمشي حاله حاله ونشوف الدنيا كانت ماشيه ازاي، هل كان في تفاهم وتجانس ما بين الحكم والفار؟ من خلال الحالات اعتقد هنقدر نحكم في النهايه يعني. طاقم التحكيم هنشوف حكم دولي كبير محمود عاشور، عنده خبرات كبيره جدا في المباريات الكبيره، وزي ما قلنا مباراه الاهلي والاسماعيلي دايما بتبقى مباراه من المباريات الكبيره. محمود عاشور حكم مباراه، الحكم المساعد رقم واحد اللي هو محمد محمود لطفي من منطقه كفر الشيخ، الحكم المساعد رقم اثنين عمر فتحي من اسكندريه، حكم من حكام ممتازين جدا، وعندنا الحكم الرابع احمد عبد الله من اسكندريه. على غرفه الفار موجود الحكم محمود ناصف من منطقه كفر الشيخ، ومعاه الحكم محمود ناجي من منطقه الغربيه. ده طاقم التحكيم اللي موجود النهارده. هنشوف كابتن ايمن النهارده حالات مهمه جدا على فكره، جدا جدا جدا، وهنستفيد منها كلنا، ونشوف اول حاله تحكيميه عندنا موجوده، وهل القرار الحكم كان قرار صحيح ولا لا. هنا هنشوف في هل في مخالفه ولا مفيش. هرجع استاذنك بس لمخرجنا العظيم، هرجع هنا ستوب كابتن. هنا عاشور كابتن ايمن، هنا كان في بناء لعب النادي الاسماعيلي، اللعب رايح ناحيه النادي الاهلي، هنا عاشور موجود على اساس ان اللعب رايح هناك، فدايما بنقول خلي بالك يا حكم، خلي عندك توقع ان الكره ممكن تتقطع هنا، وهيبقى في ضغط من اللاعب المهاجم على المدافع، لابد انك انت في اللحظه ديت تبتدي تغير التكنيك بتاع الجري. تمام كابتن سمير، هنروح للحكم تاني، هو كان في البدايه بس اللعبه دي مهمه جدا، هنرجع تاني في اللقطه الاولى، هو هنا بيجري اتجاه الاهلي، وبعدين هنا راحت مره واحده، اتفاجئ الحكم ان هنا الكره اتقطعت وفي ضغط، هروح بقى للضغط ستوب. من هنا بقى كابتن، هنا كان الحكم عاشور المفروض سبرنت اقصى سرعه، ليه بنقول سرعه متفجره؟ ليه؟ لان هنا احتماليه وقوع مخالفه هنا، وده اللي حصل بالفعل. نروح نشوف المخالفه لما تيجي تتم ستوب، هنا هنلاقي في مساحه واسعه ما بين الحكم، مش موجود في الكادر خالص، ما بين الحاله، وعلى الرغم من ذلك الحكم خد القرار الصحيح زي ما قلنا نتيجه الخبره. نشوف الحاله التحكيميه، هنا اجاي نجح في لعب الكره، وبالتالي هنا ما كان على حارس المرمى الا ان يرتكب المخالفه، وهنا في تنافس يا كابتن ايمن، التنافس دايما في الفرصه الواضحه، هنا فرصه واضحه. يعني ايه فرصه واضحه؟ هنا اجاي لو عدى عنده المرمى سهل قوي يحط يجيب جون. جون ممتاز،
بنقول هنا الفرصه الواضحه في الحاله ديت طالما في تنافس بننزل البطاقه من بطاقه حمراء صفر لبطاقه صفر. صفر بننزل من البطاقه الحمراء للبطاقه الصفراء، يعني هنا لو عدى اجيه وراح اكيد كان هيجيب جول، ولكن عشان نكون في تنافس نقول ثقافه تحكيميه للناس ان هنا البطاقه بتنزل من الحمراء للصفراء. هنا كانت المشكله ايه؟ ودي انا سبب ان مشكله المباراه كلها هي اللعبه دي كابتن نايم. اولا كان يجب هنا اشهار البطاقه الصفراء، طبعا لم تشهر البطاقه الصفراء طبعا لحارس المرمى. طيب كلنا اتفقنا ان هي في ركله جزاء صحيحه مليون في الميه، والفار انت عندك اللقطه واضحه جدا والمخالفه موجوده، طب حضرتك انت بتجيب الحكم ليه؟ يعني انت بتجيب الحكم عندك مظبوط ليه؟ عشان يقول لا ولا هيقول ايه؟ ده انت كده عملت مشكله حكم كابتن النهارده. الدقيقه 2 الحكم خد قرار رائع رائع رائع. صح. هنا بتفرق جدا مع حكم ان انا بعد كده من القرار دوت بستمد شغلي وشخصيتي وابتدي ان انا افوق وابتدي احكم بشكل. النهارده الفار لما بيجيبني بيعمل لي هزه شويه كحكم ان قراري ما كانش صحيح، وبالتالي نشوف هو راح للفار بعد كده. كابتن انا عايز اسال سؤال هنا بعد اذن حضرتك. اتفضل. هو قبل المباراه ما بيكونوش متفقين الحكم وحكام الفار على حاجات معينه؟ حضرتك يمكن انت حكم، حضرتك كنت حكم، واكيد احنا بنقعد قبل المباراه كلنا كابتن طاقم التحكيم دي حاجه اسمها ميتنج ماتش اللي هي قبل المباراه بنقعد يا كابتن عادل بنتكلم كلنا مع بعض ازاي ندير المباراه بالتعاون وازاي نتدخل وازاي نتعاون مع بعض بما فيهم حكام الفار. كلنا بنبقى قاعدين موجودين مع بعض بنتكلم وامتى انا اخش وامتى ادخل وامتى في الحالات ان انا ممكن اعمل معاك مراجعه من خلال الكوميونيكيشن ومالكش تعالى. كويس. يعني انا بستغرب قوي ان كابتن يوسف هنا حاله واضحه جدا جدا وركله الجزاء موجوده وانت فار عندك الحاله والحاله موجوده، انت بتجيبني ليه؟ يعني جايبانش عاشور في اللعبه ده كابتن ايمن، يمكن دي عملت هزه شويه لبقيه القرارات اللي جايه. نروح للحاله الثانيه ونشوف ايه المشكله. هل القرار النهارده كان من الحكم كان قرار صحيح ولا الفار كان صحيح؟ يبقى احنا اتفقنا الاول عاشور في الاولى كان كلامه صح. طب هرجع بس هنا كابتن ايمن كابتن هاني، هنا عاشور واقف اوكي؟ هذا اللاعب ممكن يكون قفل شويه الزاويه ولا مش ممكن؟ يكون قفل الزاويه شويه على عاشور. طب نشوف اللعبه هل في ركله جزاء ولا لا؟ هو هنا احنا قلنا دايما كابتن ايمن في حاله السقوط او الزحلقه من اللاعب المدافع هنا في شوط، بس انا لما بشوط بعمل ارتكاز على ايدي يا كابتن يوسف. حضرتك كنت مدافع كابتن هاني، بنزل بعمل ارتكاز مظبوط، ايدي نازله عامله سبورت ودعم ليا صح مش مفروده صح مش مفروده كابتن ايمن، وبالتالي انا شايف ان هنا الحاله يجب ان هي تستمر اللعب لا وجود ركله جزاء كابتن ايمن صح. وبالتالي هنا يمكن قرار الفار كان صحيح لما عمل معاه المراجعه صح. وبالتالي هنا انا شايف ان هنا الايد هنا دعم للجسم كابتن اسامه ولا وجود لركله جزاء في هذه الحاله. نروح للحاله اللي بعد كده وحاله ايضا من الحالات المهمه جدا جدا نشوف. طبعا هنا بردك شايف ان هنا الالتحام الطبيعي والتنافس الطبيعي العادل عاشور قريب في الكادر وايضا خد القرار باستمراريه اللعب ومفيش اي مخالفه موجوده في هذه الحاله كابتن ايمن. هنا الكره اتاخدت والايد هنا مع الايد، يعني هنا في ايد من اللاعب الاصفر، هنشوف الايد الاصفر هنا موجوده اهي. لو نرجع تاني كده بالكاميرا شويه نشوف هنا الايد الشمال هنا والايد هنا، يعني الايد هنا محطوطه هنا وده بنسمح بيه في اللعب مفيش اي مخالفه فيه ويستمر اللعب. نروح للحاله اللي جايه ومهمه جدا جدا الحاله اللي جايه. حاله من الحالات المهمه جدا. هذه الحاله طبعا يعني تقدر تقول اكتر من حاجه، تقول تهور ماشي صح. تقول تعطيل هجوم واعد ماشي، اي حاجه لابد يكون في بطاقه فيها كابتن يوسف. كان لابد النهارده يدي فيها بطاقه ويحسب مخالفه، لكن طبعا اعتقد ان القرار ما كانش صحيح في هذه الحاله. هنا طريق اسلوب الدخول وهنا تعطيل هجوم ماشي او تهور ماشي، كان لابد ان يكون في بطاقه. نروح للحاله اللي بعد كده، دي الحاله المهمه جدا جدا يا كابتن اللي برضك بنحكي فيها بشكل جميل. السؤال اللعبه واضحه جدا على فكره طبعا، هي راحت فين يا كابتن؟ راحت في الكتف كابتن هاني. طب هو الحاجه مهمه جدا، راحت في الكتف ونزلت على الركبه تقريبا، وبعد كده الكل فقد كل شيء. اتحدى ان اي حد يجيب لي كاميرا تقول ان الكره جت في الايد، ودي مشكله في التقنيه خلي بالك يا كابتن ايمن، ان النهارده ما عنديش زاويه واضحه جدا تقول لي ان الكره جت في الايد. حضرتك قلت بسبب نقص الكاميرات. طبعا طبعا
لان الحكم هنا برضك معذور. يعني انت لما بتجيبني في الفار وتقول لي هي دي اللقطه او الزاويه الوحيده اخد القرار ازاي؟ ومع ذلك لو قلنا النهارده ان هي جت نرجع تاني، هنرجع تاني نشوف اول اصطدام الكره، هنلاقي هنا الكره بتصطدم ب نمشي 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 الكتف هنا كابتن. بس في حاجه يا كابتن عايز اسال حضرتك بعد اذنك. اه في الحالات اللي هي زي ديت لما الكره بتيجي من الجسم او من الراس وتيجي على الايد او من القدم وتيجي على الايد مباشره، مش بيستثنى حته احتساب الخطا؟ حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه، بس في حاله اللعب يا كابتن ايمن يعني ايه؟ كابتن يوسف بيلعب برجليه كويس وايديه طلعت غير طبيعيه، ماشي، الكره جت من الرجل للايد، ماشي، يستمر اللعب طالما في حاله لعب. صح. سواء انا بلعب بالراس الكره وبعدين بتلعب من دماغي بتيجي على ايديا يستمر اللعب. مزبوط. لكن هنا مفيش حاله لعب، هنا بتكلم في ان الكره تصطدم بالكتف ثم بالركبه ثم وضع الايد كمان. حتى لو افترضنا كابتن ايمن ان هي جت من راسك لايدك، هو وضع ايدك ما هو طبيعي لا تحتسب، يعني انا ايدي مش مفتوحه او مكبره الجسم، وبالتالي هنا لا وجود ركله جزاء. زي ما قلت هو معذور في حاجه واحده، ان هو راح برضك الفار مش جايب له الزوايا اللي هي تقدر تديك الحكم تديك القرار فيها. أيه. هنا ركله جزاء طبعا غير صحيحه، وكان طبعا محظوظ طاقم التحكيم ان هي لم يسجل منها هدف، لان كان هيبقى هدف التعادل. نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف حاله من الحالات المهمه ونشوف اسلوب الدخول او طريقه الدخول واضحه جدا جدا جدا. هنا اللاعب هنا لم ينجح في لعب الكره، وبالتالي هنا عايز اقول كمان لو عندي زاويه هنا واضحه انا مش شايف الاستارز راح فين. يعني الاستارز النهارده لو راح كابتن ايمن مكمل في الركبه او مكمل في الانكل بهذا السلوك ترتقي للبطاقه الحمراء، ولكن برضك انا البطاقه الحمراء فيها دي عندي المشكله ان انا مش شايف الناحيه الثانيه هي الرجل راحت فين يا كابتن يوسف. هل هي راحت بالستارز ولا راحت في منطقه ثانيه؟ يعني هنا هنا بص، عارف يا كابتن ايمن لو الرجل ديت هرجع تاني كده كابتن ناصر، هرجع تاني كابتن ناصر عايز اقول حاجه هرجع. عارف الدخول ده لو في الرجل دي الثابته ديت كابتن الثابته دي ده كارت احمر مباشر كابتن. ده رجله اليمين دي لو جت في ركبه علي معلول لا ممكن تعمل له هنا بندي بقى في الكره، هنا بندي اقصى درجات التهور، وهنا البطاقه الصفراء كابتن ايمن. ولكن اقول لو هنا في الثابته ديت كان مفيش كلام، كان لابد ان هي اشهار البطاقه الحمراء، ولكن هنا بقول ان هي اقصى درجات التهور لان بردك الرجل عامل الزحلقه على الارض. هنا انذار. نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا، اعتقد الحكم مساعد هنا كان ليه دور في التعاون، ونشوف هنا هل في مخالفه ولا لا. المخالفه موجوده طبعا يا كابتن، هنا قلنا المخالفه هنا دايما بتهور ولم ينجح في لعب الكره، وبالتالي هنا بردك قرار عاشور كان قرار ممتاز في اشهار البطاقه في هذه الحاله. تمام. نروح ل خلاص هنا في انذار وهو اشهر بطاقه، تمام عاشور مفيش مشكله خالص. حاله من الحالات المهمه ونشوف دي الحالة دي برضك كابتن أو عاشور بينه وبينها يمكن ثلاث خطوات. شوف هنا الستارز رايح فين يا كابتن أيمن؟ شوف يعني هو لولا اللاعب هنا فدى نفسه بس. يعني هو اللاعب يعني لو ما فداش نفسه صح. أكيد برضك الستارز هيروح في الأنكل أو هيروح في منطقة، وهنا برضك هو هنا كان قريب وإدى البطاقة الصفراء، وأنا همشي معاه في القرار لأن دي تعتبر أقصى درجات التعور. نروح للحالة تقريبا اللي جاية. ده واخده من رقبته. الحاله دي يمكن في ناس كتير ما شفتهاش. شفناهاش دي. يعني ما حدش خد باله منها، ولكن هنمشي واحده واحده كابتن ايمن ونشوف هل هناك ركله جزاء لكهرباء في هذه الحاله ولا لا. نشوف الايد الشمال بس، يعني نبص على الايد الشمال وعلى القدم من تحت القدم في القدم والايد الشمال من فوق. نجيب كانت بره جوه 18 ولا بره 18؟ كانت جوه 18 كابتن. جوه 18. كانت جوه 18. تاني كده هنرجع تاني كده كابتن ونشوف الايد. بس انت شايف هنا الايد الشمال كابتن ايمن كابتن يوسف الايد هنا في شد جدا، وهنا القدم من تحت في القدم انت شايف ان هنا كان هناك ركله جزاء لم تحتسب. السؤال هنا هي دي ركله جزاء، طب الفار ما تدخلش صح في الحاله ديت ليه؟ اعتقد النهارده بقول يمكن دي الحاله الاخيره عندنا. كان عندنا مشاكل في التعاون ما بين الفار، كان عندنا مشكله ما بين المفهوم التطبيق مهم جدا. زي ما قلنا مباراه النادي الاهلي دايما بتبقى مباراه والاسماعيلي مباراه كبيره جدا، لابد ان نراعي ان طاقم التحكيم والفار يكون على مستوى واحد من الفهم الجيد للقانون. يمكن نتيجه النادي الاهلي النهارده النتيجه الكبيره يمكن احيانا بتبقى بتغطي على بعض الاخطاء التحكيميه، ولكن نتمنى من خلال هذه المباراه ان لجنه الحكام
تدرس هذه المباراة بكل ما فيها من عدم تفاهم ما بين الفار والحكام، لان دوت مش فايده بس لينا احنا، فايده كمان لطاقم التحكيم او اطقم التحكيم اللي جايه فيما بعد. كابتن ايمن بنقول في الاخر خالص مبروك، ونتمنى التوفيق ان شاء الله للتحكيم المصري. نشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي العالمي كابتن نصر عباس. شكرا كابتن. وبنتقل الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنكون وصلنا لنهايه الفقره بتاعه السعودي التحليلي النهارده، والف الف مبروك للنادي الاهلي فوزه على نادي الاسماعيلي 3-0، وان شاء الله زي ما قلنا ناقص على الحلو دقه باذن الله نبارك للنادي الاهلي يوم الاثنين حصوله على درع الدوري الممتاز رقم 42. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا ونورونا وامتعونا النهارده، كابتن اسامه عرابي الف شكر. شكرا. كابتن محمد يوسف الف شكر. شكرا كابتن. كابتن عادل مصطفى الف شكر. شكرا كابتن. كابتن هاني العجيزي الف شكر. شكرا كابتن هاني. وشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر، لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.